بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرنا في الدرس الماضي أن الناس يعلق أشياء على البيوت ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أتكلم كدرس تبز بعض بر آدم لا الله تعالى إيش خنا بردليل شو مجان ناس لأن يزلون يلر جاي سوال دو دب أتوب كتو. فقلنا يجعل أشياء البيوت رأس الثور الأسد الحوت الحافر النعل القديم الكف العين بعض الأشياء من الخرز الزرقاء. نعم. مثلا بعض بر آدم لا شرنون بشني ياكي فلخني ياكي كونا بر أيقلاني ياكي أطلانون طويغني ياكي بر يشل كزمن شخلاني إسوالدو. نعم. فإذا كان يعتقد أن هي التي تدفع الجن والشياطين أي مؤثرة بذاتها بإذا جلب المنافع دفع المضاف هذا هو الشرك الأكبر. Eğer adam muşunasla isfilip, muşunasla üz üzlükten onu yamanlıktan, cin şeytanlardan saklaydı o deyip itkat kılsa, mene muşu çok şirik bulup hesaplandı, şirik akbar. Ve eğer i'teqed enneha esbab illi defa'in, Allah subhanahu teala me'ceala esbab, fahada o şirik el asar. Ama eğer muşunasla minin saklanışım ve sebep buludu o deyip oylasa, Allah teala Allah'ın sebep kılmadan, lakin adam muşunasla sebep buludu deyip oylasa, o vakti de bu şirik asgar, yani küçük şirik buldu. La yumkin en ne'teqid ve nec'al شيئا من الأسباب إلا ما جعل الله سبحانه وتعالى لنا أسباب سواء كانت حسية أو شرعية. أسباب شرعية مثلا الرقية الشرعية، أسباب حسية مثلا الآن تشرب مثلا النعناع بعض الأعشاب إذا كان لديك مرض في البطن مع اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده جلب المنافع دفع المضار فهذا صحيح. شو ما بزبلشنس كي بس فقط الله تعالى سبب قلقان ناس لان الله سبب دب بلسك بولدو. Mesela Allah Teala bizge Kur'an okup davalaşını ağırlıkların sakayışka sebep kıldı. Aşını biz sebepde bilip yüzümüzün Kur'an'dan sakaysak bu caiz buldu. Peki mesela Allah Teala bazı bir doğrularını bazı bir kiselliklerden sakayışka sebep koydu. O doğrular bile billah sakaysak mı o caiz buldu. Hatta kitabet yani Esma Allah'ın Hüsna, kitabet La İlahe İllallah, kitabet Maşallah Tebarakallah. Hadi lem يكتبها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا السلف الصالح على بيوتهم أو على دوابهم. نعم. حتى مثلا الله تعالى من اسم لرنا بعضنا يزولدو يكي بعض برسول لنا يزولدو بندق مثلا بعمر مس الله عليه وسلم مقمغان صحاب لرنا مقمغان. نعم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا بحفظه. نعم. الله تعالى من بزنا أزنا رحمة بلن سخنشنا سخنشنا سوريمس. والله أعلم. آمين. الله يخشى بالمجدور.